الفلفل البارد الأحمر، والفلفل البارد الأورنج، والفلفل البارد الأصفر، وبصل صغيرة عادي أحمر أبيض عادي ما بيفرق، وشوية بقدونس وشوية نعناع. اوعكم تعملوها بالفود بروسيسر، اوعكم، لانه اذا بالفود بروسيسر اتنعمت كتير رح تنزل مي. هلا عندي فص ثوم واحد رح ادقه، هلا فص ثوم واحد فقط. هي اللحمه وزنها 400 جرام. هلا بنخلطهم مع بعض. هلا البهارات، اول شيء ملح، تايني سبايسيز، معلقه صغيره بابريكا، واكيد رشه فلفل اسود، الباربيكيو صوص. هذا عجيب، انا لو عندي الفليفله كان حطيت معجون الفليفله، بس هذا كمان كتير زاكي بيعطي نكهه شواء طيبه. هلا بنخلط كل المكونات مع بعض، بس هيها جاهزه، ناخذ الحشوه وبنمد، بعدين بنلفها مثل هيك كانه عم بنلف ساندويتش، وهلا بنبلش نقطعها. رش شوية زبدة وبنبلش نصفهم، وهيك خلصوا. وبعدين بنحط على الوجه كمان شو؟ رشة زبدة، وعلى الفرن على درجة حرارة 240 من الأسفل مسبق التسخين، وآخر شي بنحمرها من الوجه وبتتقدم. معلقة حمص، معلقة روب، عصرة ليمون، شوية ثوم، ثم دبس رمان، وبنخلط. هيك الصوص صار جاهز، وهيها صارت جاهزة. هلا التقديم، الصوص اللي سويناه فوق الصوص، وشوي دبس رمان. عن جد بتجنن.